مرحبا، اليوم ما في لا درس ولا شرح ولا شيء، بس جالسة أجرب تسجيل لأنه لاحظت إنه الفيديوهات اللي حملتها قبل طلعت جودتها جدا ضعيفة، فقلت خليني أجرب تسجيل بجوال تاني. إن شاء الله هذه المرة يطلع الفيديو جدا واضح، لأنه صراحة الفيديوهات الأولى ما عجبتني. طبعا ما حبيت أصور لكم على خلفية سوداء، قلت خليني أصور لكم عملين سبق واشتغلتهم في عجينة السيراميك. هنا حطيت صورهم على الفيسبوك اللي يحب يشوفهم هناك، بس إن شاء الله قريب راح تشوفون دور العجينة السيراميك، طبعا تشكيل العجين، طريقة عمل العجين، الأدوات المستخدمة، البدائل اللي نقدر نستخدمها. بس دعواتكم بالتوفيق إن شاء الله، وأقدر أعملها وأستمر فيها للآخر، وأنه ربنا يوفقني أوصل لكم كل الأشياء اللي أنا أعرفها، لأن هذا أكثر شيء إنه أنا أحبه، أحب أشوف غيري يشتغل، صراحة هذا عشقي. يلا أحمل هلأ أحمل المقطع على اليوتيوب وأشوف كيف راح يطلع، ويا رب يطلع مزبوط وما يطلع جودته ضعيفة وفيه بيكسل، لأنه صراحة الفيديوهات الأولى جدا وحشة. يلا أشوفكم على خير، ويا رب يزبط. دعواتكم بالتوفيق، مع السلامة، باي باي.